بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناخد سورة المائدة اليوم، وحنقول علاقتها بالسور السابقة. طبعا الفاتحة هي المنهج اللي احنا هنسير عليه، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا المنهج موجود في سورة البقرة، لابد أن نتبعه، وفي ناس هتتبع وناس مش هتتبع. فجاءت سورة آل عمران عشان تدلنا على الطريق الذي يعنى على الثبات على هذا المنهج وتطبيقه. فجاءت سورة النساء بتقول إن هذا المنهج عشان يتطبق صح لابد إن هو نمشي فيه على مبدأ العدل والرحمة بالضعيف، ومن أهم ما يحتاجه الإنسان في الثبات على المنهج أن يكون عادل ويكون رحيم. واحتوت سورة النساء على عدة عقود، زي عقد النكاح، ازاي اوفي فيه الحق والصداق والمعاهدة والوصية والأمانة وغيره من العقود. فناسب ان تأتي سورة الفاتحة اذا كنت فعلا امنت لابد ان توفوا بالعقود. آية رقم 2 وآية رقم 3، حين ذكر الله سبحانه وتعالى أنه أحل لنا الأنعام، فبين في الآية الأخرى ما حرم من الأنعام. آية رقم 5 وآية رقم 6، أحل لكم الطيبات، ذكر النعم بأن الله سبحانه وتعالى أحل طعام أهل الكتاب والمصاهرة منهم، وشرع أيضا التيمم عند مشقة التطهير بالماء. بالنسبة لآية 9 وآية 10، وعد الله الذين آمنوا، والتانية والذين كفروا كذبوا بآياتنا. طبعا وعد للمتقين وترهيب للكافرين. بالنسبة لآية 13 وآية 14، بما نقضيهم ميثاقهم لعناهم، والتانية ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظه. ميثاق اليهود ثم ميثاق النصارى. آية رقم 17 رقم 18، قول النصارى الذي يدل على الكفر والعناد، واشتراكهم مع اليهود أيضا في قول آخر يدل على كفرهم وعنادهم. بالنسبة لآية 23 وآية 24، عدم اهتمامهم بكلام الرجل بالدخول إلى الأرض المقدسة، وقالوا لن ندخلها أبدا. آية 31 وآية 32، من أجل جريمة قتل ابني آدم كان سبب في تهويل أمر قتل النفس بغير الحق. آية 36 وآية 37، عدم قبول الفدية من أهل النار للخروج منها لأنهم لهم عذاب مقيم فيها. آية 41 وآية 42، تأكيد أنهم سماعون للكذب وأيضا أكالون للسحت. آية 45 وآية 46، إعراض النصارى عن أحكام القصاص وإعراضهم عن حكم الله بالكلية بتكذبهم بما جاء به عيسى. آية 50 وآية 51، بيّن أنهم يحكمون بغير شرع الله، فنهى المؤمنين على اتخاذهم أولياء لأنهم غير متخلقين بأخلاق الدين. آية 57 58، هزوا ولعبا في الآيتين، فهم استهزأوا مرتين، مرة بدينكم ومرة بصلاتكم، وذلك لسخافة عقولهم. آية 64 وآية 65، سوء معتقدات اليهود وسعيهم في الفساد، ورغم ذلك لو أنهم آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. آية 70 وآية 71، بما أنهم فريقا كذب وفريقا يقتل، وحسبوا أن فعلهم هذا لا تلحقهم منه فتنة. بالنسبة لآية 76 و77، الاثنين بادين بقل، قل أتعبدون، قل يا أهل الكتاب، قل لهم عبادتكم لغير الله يا أهل الكتاب غلوا في الدين. آية 82 وآية 83، بيان أن الرهبان والقساوسة أقرب مودة للذين أمنوا، وبيان السبب. في آية 89 وآية 90، لما نهى عن تحريم المباح من الأطعمة وذكر كفارة اليمين، نهى عن استحلال الحرام من الخمر والميسر والأنصاب. في آية 95 وآية 96، حين قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ميز بين صيد البر فهو حرام، أما صيد البحر فهو حلال، طبعا في حالة الإحرام. آية 103 و104، قالوا إن الله أمرهم بما اختلفوا فيه من الضلالات مثل البحيرة والسائبة،
وإذا لقيناهم اتبعوا ما أنزل الرسول، تمسكوا بما كان عليه آباءهم. آية 108 و109. أمر الله المؤمنين حين يقدم الواحد منهم على الموت تظهر له علاماته أن يشهد على وصيته شخصين عدلين مسلمين أو غير مسلمين إن لم يجد مسلمين، وحذرهم من الكذب في الوصية أو الخيانة. فاتقوا الله يوم يجمع الله الناس والرسل يوم القيامة وكل سوف يسأل. آية 113 و114. طلب الحواريون من عيسى بمعجزة، معجزة المائدة، فأتبعه دعاء عيسى لله سبحانه وتعالى بسؤاله نزول هذه المائدة. وكده تكون تمت سورة المائدة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.